قوات الجيش تأسر مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية بعد أن استدرجتهم إلى كمين محكم شرق مدينة الحزم بالجوف، وتستعيد ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد بينها مدرعتين وأطقم عسكرية. منظمة أوكسفام الدولية تقول أن تحويلات اليمنيين في الخارج تراجعت بنسبة 80% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. قالت وزارة الخارجية البريطانية أن سفينة نفط صافر الراسية قبال شواطئ اليمن تشكل كارثة بيئية على وشك الوقوع، يمكن أن ينسكب منها 1,014,000 برميل فقط في البحر الأحمر، ويجب على الحوثيين السماح لمفتشي الأمم المتحدة بصعود السفينة وتفريغها من النفط.